اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى ان شاء الله احوالكم تكون بخير وعلى الف خير. اليوم غادي نحضروا وصفه تاع بانكيك اللي كتجي رائعه وكتجي لذيذه ولا سيما سهله سهله جدا كتحضر في دقائق. وغادي نحتاجوا لها في المقادير جوج بيضات بحراره درجه حراره المطبخ، وغادي نحتاجوا 50 غرام تاع الزبده المذابه، وغادي نحتاجوا 50 غرام تاع السكر سنيده، وغادي نحتاجوا خماره تاع الحلوى تاع 11 غرام، وغادي نحتاجوا سكر فانيلا، وغادي نحتاجوا الحليب 240 مليلتر 240 مليلتر تاع الحليب، وغادي نحتاجوا الدقيق، غادي نحتاجوا 300 غرام تاع الدقيق تاع الحلوى. هنا كما غادي تلاحظوا معايا الطريقه جد سهله، ما كتحتاجش الوقت بزاف. كما كتلاحظوا معايا درت الدقيق وغادي نضيف ليه سكر فانيلا، وغادي نضيفوا ليه خماره تاع الحلوى، غادي نضيفوا السكر حتى هو، وغادي ندمجوا العناصر تاعنا يعني بالفوي بطريقه عاديه حتى غادي ندمجوا. وهذيك الساعة غادي نضيفو ما تبقى من المقادير، وما نساوش الحليب قبل ما غادي يعني غادي نخدمو هاد لا غوسيت هادي، ندفيوه من قبل يعني ما نديروهش بارد، خصنا ندفيوه يا اما في ميكرووند ولا عادي في كاسرونه عادي. وهاد جوج بيضات هادو غادي نحاول نخدمهم بالفوي قبل ما غادي نديرهم نضيفهم للمقادير تاعنا. كما كتلاحظوا معايا بهاد الطريقه هادي يكون احسن. وثم الزبده من بعد ما ذوبناها يعني كتكون حتى هي بارده ما كتكونش سخونه، باش ما طيبناش البيض من طبيعه الحال. وهنايا غادي نضيف 240 مليلتر تاع الحليب، يعني يكون احسن نعبروا المقادير. انا هاد المقادير اللي عطيتكم هما اللي كنديرهم ديما في هاد لا غوسيت هادي. بالنسبه للدقيق انا اللي كنستعمل هادو هما المقادير اللي كنحتاج، يعني ما كنزيد عليهم ما كنقص عليهم. هنايا غادي نضيف عليهم من بعد القليل من قشره تاع الحامض او الليمون اللي متوفر عندكم. ممكن تكتفيوا غير بسكر فانيلا، انا كنبغي ديما لوغو تاع الحامض او الليمون، كيعطي واحد المذاق يعني مميز، كتجي يعني كيجيو يعني فحال نقولوا منعشين. هذاك لوغو تاعهم انا كيعجبني بزاف، تاع الحامض ولا تاع الليمون في لي كيك، في لي كريب، في بانكيك، ديما كندير هذيك يعني واحد شي شويش كنحكو يعني في لي غاطو اللي كندير. وهنايا من بعد ما درنا المقله تاعتنا غادي تسخن، اللي ما كي يعني اللي ما كيلصق ليناش فيها سوا لي كريب ولا هاد البانكيك. وكما كتلاحظوا معايا دهنت بالزبده بورق تاع المطبخ، يعني كنديروا ورقه المطبخ ونديروا فيه قليل من الزبده، وكندهنوا الوجه ولا السطح تاع المقلات، وعاد كنخبزوا فيه هاد لي بانكيك يعني باش ما كيتلصقوش معانا، وكيجيو يعني كيجيو دوري، كيجيو شي شويش محمرين. انا غادي نبقى هكذا حتى غادي نكمل هاد لي بانكيك كما كتشاهدوا معايا. وانا شخصيا ما كنبغيهمش يكونوا غلاد بزاف، يعني الا بغيتو يكون السمك تاعهم غلاد ولا غليظ ممكن تضعفوا الحجم. انا كندير غير واحد معلقه كبيره تاع الخليط، ممكن ديروا جوج معالق باش يجيكم يعني تجيكم غليظه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو بانكيك نورمالمون بزاف تاع الناس كيبغيو غليظ، يعني كيجي غليظ. انا ما كنبغيش غليظ بزاف، كنبغيه يجي يعني ما بين وبين. وهنايا غادي نحضر حجم عادي متوسط، وغادي نحضر حجم صغير فحال هكذا بالنسبه يعني الدراري صغار كيعجبهم يعني يكون صغير، ولا بالنسبه للناس اللي تبغي تحضرهم وديرهم في كونجيلاتور راه يعني كيتجمعوا ما كاينش حتى شي مشكل، كيبقاو مزيانين. انا هاد لا غوسيت هادي كنحضرهم وكنديرهم في كونجيلاتور في ساك غذائي، يعني ما كيبوجيوش كيبقاو رائعين، غير كنجبدوهم وكنديروهم في الفرن ولا كنتسناوهم حتى كيطلقوا وكنسخنوهم غير في المقلاة
حنا واللي بغينا، سينو الا بغيناهم نديرهم في الفرن كنخرجوهم مباشره كندخلوهم الفرن، ولا بغينا نديرهم في المقلاه باش يسخنوا ونخرجوهم من قبل باش يدي كونجلاو من قبل. وفوالا انا غادي نكمل هاد لي بانكيك ونرجع معكم. هنايا من بعد ما غادي ننتهي من الطياب تاعهم، غادي هنايا غادي ندير اللوز ايفيلي كيبقى اختياري، غادي نحمرو شي شويه باش غادي نزين به البانكيك اللي حضرت هذوك المتوسطين، غادي نزينهم باللوز وبالبنان. الا بغيتو ديروا اي فاكهه اخرى ممكن ديروها، ممكن ديروا الفريز، ممكن ديروا اي حاجه اي حاجه عندكم. انا كنبغيهم بزاف بالبنان وباللوز وبالعسل والزبده، انا هنايا درت العسل والزبده ذوبتهم وضفت لهم بنان بعد ما قطعته، وكندير عليهم لوز ايفيلي من الفوق. كما كتلاحظوا معايا انا كنزينهم بهذه الطريقه هذه، وليكم نتوما الاختيار تزوقوهم باش ما بغيتو ولا تزينوهم باش ما بغيتو. ممكن ديروهم بسيروم، ممكن ديروهم بنيتيلا، ممكن تخليوهم ناتور، يعني كل واحد له شوا تاعو. انا وليداتي كيبغوهم غير ناتور، يعني هذوك صغيرين خليتهم لوليدات صغار كيبغيهم غير هكذا، كيفوقهم شي شويه تاع السكر اون بودغ. ولينا حنايا الكبار كندير هادو يعني بالبنان وباللوز، كيجيو رائعين يعني تبارك الله، يعني مشبعين ومغذيين، يعني غير وحده الا كليتوها زعما كتشد فيكم لمده طويله. هذا كنوريكم هذا الشوكولا اللي هو دايب بهذا بالعسل، يعني سا ميلونج بالشوكولات وبالعسل. وهذا هو الشكل تاعهم، يعني هكذا انا كنزينهم. كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الذوق، يعني اللي متوفر انايا متوفر عندي البنان، درت البنان. فاش كيكون عندي الفريز ولا فاكهه اخرى راني كنديرها، يعني وانا كنبغيهم بزاف فريمون بالبنان وباللوز، كيجي ميلونج اللي هو رائع وكيجي لذيذ. وهاد لا غوسيت هادي يعني كتحضر في دقائق يعني قليله بزاف. انا حضرتهم نهار اللي شاركت معكم الفيديو تاع اللي خرجت مشيت فيه البارك، يعني درت فيه شي شويه تاع المشي. فوالا هي اللي تناولت هاد البانكيك اللي ما كملتهاش، خديت غير تقريبا لا ماتي تاعها، باسكو تبارك الله يعني كيكونوا مشبعين غنيين، يعني اللوز والبنان ومهم فيهم العسل، فيهم الزبده، فيهم كل شيء، يعني كيجيو لذاد. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لا غوسيت هادي وتعجبكم وتولي معتمده عندكم. وبهذا غادي نكونوا سالينا الوصفه تاع اليوم، غادي نضرب لكم موعد الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه او فكره اخرى. خليتكم على الف خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك. السلام عليكم.